السلام عليكم. ترانزستور كونفيجريشن، واليوم طريقة تكوين أو ربط الترانزستور. عندنا منه 3 أنواع، اللي هي الكومن بيس والكومن إيميتر، كذلك الكومن كولكتر. بداية راح نتحدث عن الكومن بيس كونفيجريشن. إيش يميز هذا التكوين للترانزستور؟ إنه الطرف القاعدة راح يكون طرف مشترك بين طرفي الإدخال وطرف الإخراج، يعني بين الإيميتر والكولكتر. راح نلاحظ بهذا الـ configuration انه الإيميتر، هذا تيار الإيميتر والمقاومة والـ VEE اللي هي مربوطة او مربوطة بطرف الإيميتر، كذلك طرف الكولكتر والمقاومة والفولتية والتيار اللي خاصين بهذا الطرف. كذلك نلاحظ ان طرف البيس القاعدة ما يحوي على مقاومة، اوكي، فهو طرف مشترك مربوط على الارضي ومشترك بين طرفي الادخال والاخراج. طبعا راح نستخدم قانون كيرشوف الكي سي ال الخاص بالتيارات. هاي المعادلة اللي ذكرناها من قبل، اللي هي معادلة عامة، معادلة كلش مهمة وثابتة كل ما نقدر نستخدمه، واضحة وثابتة وما تتغير، اللي هي انه تيار الإيميتر اللي هو هذا اللي يسري بهذا الاتجاه هو مكون من تيار او حاصل جمع تيارين الكولكتر والقاعدة. راح تشوفون انه هذا الطرف الخاص بالقاعدة هذا الاتجاه التيار اللي بينه، كذلك اتجاه تيار الكولكتر، هذول اذا نجمعهم مع بعضهم راح يكونون التيار الإيميتر. فهذول تيارات داخلة على الترانزستور، هذا التيار الخارج من الترانزستور اللي هو تيار الإيميتر، اوكي. المعادلة الثانية، طبعا هاي المعادلة نستخدمها بالكومن بيس، اوكي، معادلة الكومن بيس يعني هي معادلة اوكي صحيحة وثابتة وما تغير، لكن غالبا نستخدمها الربط الكومن بيس، اللي هي تساوي انه تيار الاي سي يساوي الفا اي اي زائد اي سي نوت. اي سي نوت قلنا هو تيار قليل جدا، يقاس بالنانو امبير، فمقارنة بال كولكتر تيار الكولكتر تيار الإيميتر اللي هم ينقاسون بالملي أمبير، هاي قيمة جدا جدا قليلة نقدر نحملها. ونقدر نقول انه بس الاي سي يساوي الفا في الاي اي، اوكي. فهذا بما انه تيار جدا كبير مقارنة بهذا راح نحمله، راح نحسب بالنهاية على هاي المعادلة. ومنا الالفا قلنا هي كسب التيار، واللي هي اساسا ما تساوي يعني انه كسب او قيمة، احنا بالكومن بيس ما نحصل على كسب للتيار، ما نحصل انه التيار بالنهاية راح يصير اكبر من تيار الادخال، لا، لانه تيار الإيميتر هو اكبر من تيار الكولكتر، طبعا بقيمة مقدار بسيط اللي هو مقدار الفا، قلنا هي 0.95 الى 0.98، اوكي. فهو هذا الكرنت جين اوف الكومن بيس، اوكي. فما انه تيار الإيميتر اكبر بشوية، اوكي، هي ما قيمة جدا كبيرة، لكن هو بالنهاية بالمحصلة اكبر، فاحنا بالنهاية ما رح نحصل على كسب للتيار. ليش؟ لانه اذا اقسم قيمة على قيمة اكبر منها اكيد القيمة راح تطلع نتيجة التقسيم انه قيمة صغيرة ما قيمة كبيرة، اوكي. فلهذا السبب ما يكون عندنا تكبير للتيار، وهذا السبب اللي هو تيار الإيميتر يكون أكبر من تيار الكولكتر، لكن هو يكون مساوي تقريبا بسبب أنه كسب التيار ما يكون قيمة كبيرة، وإنما هي قيمة تقريبا تكون 1. هسه راح نتحدث عن الكومن إيميتر. راح تلاحظون كذلك أنه طرف الإيميتر يكون طرف مشترك، أوكي، بين الطرفين الإدخال وطرف الإخراج. راح تلاحظون كذلك انه هذا جزء القاعدة، مقاومة القاعدة، التيار البي بي بي، اوكي. كذلك نفس الوقت طرف الكولكتر والمصدر الخاص بينه، وكذلك المقاومة والتيار اللي يسري به. اكو شغلة مهمة جدا، انه بالامتحان صح راح يجيكم هذا الربط، مثلا نقول هاي الدائرة، بس ما راح تجيكم كل هاي المسميات، او حسب السؤال طبعا، بس انه مثلا ما دائما تجي هاي المسميات كلها. لنفترض انه هاي الدائرة جدا نهائي، هاي الاشياء بالاحمر الرموز كلها ما موجودة، احنا عشان نستنتج هذا اي طرف، هذا اي ادخال اخراج، هذا كمان بيس ولا كولكتر ولا ايميتر، راح تلاحظون انه هذا السهم مهما هاي الرموز ما هي مكتوبة لازم السهم مكتوب، هذا لازم يكون موجود، اوكي. فمنه عرفنا انه هذا طرف الايميتر، اوكي. طرف المقابل القاعدة، اوكي، دائما بالكومن ايميتر، ما دام نشوف انه احنا هذا الطرف ما بينه اي مقاومه ومربوط على الارضي، اوكي، هو اي واضح انه جدا انه هو طرف مشترك بين الكولكتر والبيس، اوكي. فاكيد هذا الجزء
هو او هذا الكونفيجريشن هو كومن ايميتر كونفيجريشن. اشبقي بالكومن الايميتر كونفيجريشن، الانبوت هو طرف القاعده والاوتبوت هو طرف الكولكتر. فهذه خلاص صار واضح انه هذا الجزء خاص بالبيس وهذا الجزء خاص بالكولكتر. فمجرد تسميات الار سي ار بي الفي بي بي الفي سي سي كلش سهله راح تكون، وراح نعرف من خلالها باقي الرموز اوكي اللي موجوده بالسؤال. فبس انه انتم تنتبهون على هذا السهم، عرفتم طرف الايميتر، عرفنا مكانه وكلش بوضوح، ونقدر نسمي باقي المسميات. طيب لو جتنا هاي الدائرة وما كان بيها مكتوب اي شيء من الرموز، اوكي انا عشان كذلك استنتج، هم مثل ما قلت لكم من السهم، هذا السهم مكتوب فمعناته هذا طرف الايميتر. اوكي هذا انا ما اعرف هو كولكتر ولا يعني كومن كولكتر ولا كومن بيس. انا ايش الاحظ دائما الطرف المقابل للايميتر هو كولكتر، يعني ما يحتاج حتى لو كانت مثلا الدائره يعني انه مقلوبه يمين او يسار، انت من لا يغركم الشكل بشكل عام. ممكن انا اجيب كومن ايميتر اوكي واخليه بهذا الشكل، بس انه انكم قلبتونه اوكي. فلازم انه نلاحظ بالضبط مثلا هذا الطرف انه بالفعل ما عليه مقاومه، مربوط على الارضي ومربوط بشكل انه كومن بيناتهم، فهكذا اقدر استنتج يعني انه لا يغركم الشكل، المهم الربط كيف الاشياء المربوطه او الكومبوننت الموجوده بهاي الدائره كيف مربوطه. فقلت لكم هذا الكولكتر اللي عفوا الايميتر دائما مربوط على السهم علينا حتى اشر عليه، مقابله هو الكولكتر والطرف الثالث بيناتهم هو البيس. لاحظتوا انه هذا مربوط بدون مقاومه ومربوط على الارضي، معناته هذا كمان بيس كونفيجريشن. فخلاص هذا الطرف الادخالي اللي هو الايميتر وطرف الاخراج هو الكولكتر. يعني دائما دائما بالكومن بيس والكومن ايميتر طرف الكولكتر هو طرف الاخراج اوكي. فحسب هو كمان ايش الجزء الثاني او يعني الجزء الثالث من الترانزستور هو راح يكون كادخال. فهون كمان بيس الايميتر هو راح يصير الادخال، والكومن عفوا الكولكتر هو اللي راح يصير الاخراج. كذلك هوني الايميتر هو الطرف المشترك، فالقاعدة او البيس هي راح تكون الادخال، وكذلك الكولكتر هي اللي راح تصير كاخراج. طبعا بالكومن بيس تذكرون ما كان عندنا اي كسب للتيار، الالفا كانت تقريبا تساوي واحد، هي اقل من واحد لكن تقريبا نقول تساوي الواحد اوكي. هسا عندنا بالكومن ايميتر اوكي البيتا هي نسميها الكرنت جين اوكي، يعني رمز اخر. الالفا هي الكرنت جين بالكومن بيس، هسا عندنا البيتا هي الكرنت جين للكومن ايميتر اوكي. فهاي البيتا اشنو قانونه او ايش تساوي؟ تساوي الاي سي على اي بي. على اي اساس؟ احنا على اي اساس نعتبر هذا الشيء جين؟ على اساس انه نقسم مثلا هو كسب للتيار، نقسم تيار الاخراج على تيار الادخال. هذا كمان مثلا او عفوا هو جين للفولتيه، راح نقسم فولتيه الاخراج على فولتيه الادخال. هذا مثلا جين للباور، راح نقسم الباور الاخراج على باور الادخال. يعني اي شيء عندنا كسب، اي شيء نحسب، راح نقول الواردات على الصادرات، اي شيء اشكو اوتبوت على الانبوت اوكي. فاحنا عندنا البيتا هي تمس للكرنت جين. كرنت جين اللي هو راح اقسم تيار الاخراج على تيار الادخال بكل بساطه. راح نلاحظ انه هوني بالكومن ايميتر عندنا كسب للتيار اللي هو راح يكون بمقدار بين من 50 الى 400، وهذا كسب جدا عالي. ليش ما بي وحده؟ لان انا عاد اقسم يعني مثلا ليش ما اقول مثلا امبير او ملي امبير الى اخره، انا عاد اقسم يعني تيار على تيار، الوحدات متشابهه فتحذف بعضها، على هالاساس يطلع لي الكسب دائما الجين بدون اي وحده. طيب انا هاي الارقام انه ما الا تحفظوا انه مثلا راح تجي مثلا سؤال او فراغ هي بيتا بين ايش وايش، لا بس هاي حتى من انتم تحلون بالسؤال اذا طلعت لكم مثلا القيمه بيتا مثلا 2 راح تقولون لا انه هي بيتا المفروض يعني قيمه عاليه كسب عالي، المفروض مثلا بين 50 و 400، فانه معناها افتهم انه انا عندي خلل بالسؤال بالحل اوكي. فحتى تتاكدون من حلكم كل خطوه لازم تعرفون، وانتم هم كذلك كمهندسين لازم تعرفون قيم الرينجات الصحيحه للمثلا المقاومات للتيارات. يعني مثلا طلع لكم الاي بي مثلا بالكيلو امبير، هذا شيء مستحيل، هو يعني مستحيل هاي القيمه اوكي. هو بالمايكرو كذلك الاي سي هو بالملي امبير الى اخره. فلازم انه انتم تعرفون هاي المقادير حتى تتاكدون من حلكم خطوه خطوه من عاد تمشون بالحل ان شاء الله. اوكي هسا نحاول نشتق المعادلات الخاصة بالكومن ايميتر اوكي. هاي معادلة التيار نفسها كما هي، كنتكم ما غيرها. الاي اي
يساوي اي سي زائد الاي بي. الاشتقاق كذلك ممكن تسألون عنه، انه اشتقوا مع عدد الكون الاميتر او الكومن بيس او الكومن كولكتر حسب شوف ايش السؤال يجيكم. فلازم انه انتم تعرفون اي قانون راح تبلشون منه، غالبا راح تبلشون من قانون مجموع التيارات وتتجهون باتجاه الحل حتى انه تستنتجون او تشتقون القانون. فهون احنا راح نبلش بالاشتقاق، راح نقسم المعادلة على الاي سي، اوكي؟ فراح يصير اي اي على اي سي، اي سي على اي سي هاي اكيد راح ينحذف يساوي واحد، اي بي على اي سي، اوكي. احنا نتذكر انه الالفا قلنا هي عبارة عن اي سي على اي اي، اوكي؟ وكذلك قلنا البيتا هي اي سي على اي بي. بس احنا نلاحظ هوني بالقانون حسب بعد ما قسمنا على اي سي ايش طلعنا؟ طلعنا نفس هاي القيم بس بالمقلوب، يعني اي اي على اي سي بدل اي سي على اي اي، وكذلك اي بي على اي سي بدل اي سي على اي بي. بما معناه انه هاي القيمة اوكي ايش تقابل؟ الاي بي على اي سي تقابل واحد على بيتا، ما تقابل بيتا لان هي ايش معكوس، اوكي؟ يعني انا اقول انه الاي سي اوكي على اي بي ايش تساوي؟ تساوي بيتا، اوكي؟ طيب اذا مقلوب هاي القيمة، يعني وكأنه عملت واحد على هاي القيمة، فمن ناخذ المقلوب يعني اوكي راح ينقلب هذا الجزء بالمقام حتى انه عشان نسميه انه نرتب القسمة، اوكي؟ من راح ينقلب راح يساوي الاي بي اوكي على الاي سي، تمام؟ يعني بالنتيجة بالمحصلة نرتب القسمة واحد على كسر راح يساوي مقلوب هذا الكسر، ما تمام؟ فبما انه هذا المقدار يساوي بيتا، فمقلوبه اكيد يساوي واحد على بيتا، فنعوض واحد على بيتا مكان هذا الجزء من المعادلة. كذلك هذا الجزء نفس الحالة، هذا الطرف راح يساوي واحد على الفا، اوكي؟ فراح نعوضهم بالمعادلة، هاي المعادلة نجي بعد ما عدلنا عليها انه هذا الطرف ساوى اي واحد على الفا، اوكي؟ ساوي واحد، ليش واحد؟ لانه اي سي على اي سي يساوي واحد، زائد واحد على بيتا، اوكي؟ بعدين قمنا حولنا الواحد على هذا الطرف، لما حولناه ساوي واحد على الفا ناقص واحد يساوي واحد على بيتا. طيب هون عمل توحيد المقامات، تحولت القيمة إلى واحد ناقص ألفا على ألفا، بس مجرد قلب النسب. إيش معنى قلب النسب؟ يعني إنه لما تعرفون بالمعادلة لازم اللي نعمله على الطرف اليمين نعمله على الطرف اليسار. يعني مثلا أنا أريد أزيد اثنين لهاي المعادلة، لازم أزيد اثنين للطرفين حتى وكأنه أعتبر ما زيدت شيء، أو لما أقسم أقسم للطرفين، لما أضرب أضرب للطرفين حتى بالفعل إنه وكأنه عاد أضيف الشغلة على الطرفين، فوكأنه ما أضفت شيء، أوكي؟ فبهاي نفس الحالة إنه قلب النسب، أنا لما أخذ هذا أريد أطلع قيمة بيتا منه راح أقلبه للقيمة، لازم بالمقابل الطرف المقابل كذلك أقلب البسط مقام والمقام بسط حتى وكأنه أنا بالفعل ما عملت شيء، أوكي؟ فهاي الواحد على بيتا لما قلبناها صارت بيتا، الواحد ناقص ألفا على ألفا لما قلبناها صارت ألفا على واحد ناقص ألفا. هاك طلعنا الخاص القانون الخاص بالكومن إيميتر اللي هو قانون كسب التيار اللي هو البيتا، اللي هو كذلك قلنا يساوي واحد على أو عفوا أي سي على أي بي، هو نفسه ألفا على واحد ناقص ألفا. يعني في حال مثلا جانب السؤال هو كومن إيميتر، أوكي؟ احنا لازم مثلا نستخدم البيتا، واحنا لازم نكون حاصلين على البيتا، بس هو ما طعنا هو بالقانون او بالسؤال، طعنا الفا، فاحنا المفروض نعرف هذا القانون حتى يساعدنا انه كيف نحصل على بيتا واقدر استخدمه بالسؤال بعدين. هسا هذاك القانون اللي قبل شوي اشتقينا، اللي قلنا البيتا ايش تساوي نسبة للالفا على واحد ناقص الفا، هذا القانون اللي اشتقينا اوكي هو خاص بالعلاقة بين الفا وبيتا. يعني انا بالسؤال من يطلب مني قال لي انت عندك او انت عندك كمان ايميتر واريد تشتقون العلاقه او القانون اللي يربط البيتا بالالفا، اجيب قانون التيارات اوكي الاي اي يساوي اي بي زائد اي سي وابدا اشتق واقسم على اي سي مثل ما عملنا، بحيث بالنهايه راح احصل بيتا ايش قد تساوي نسبه لالفا، اوكي؟ طيب هسه لو قال لي اشتقي بيتا اللي تساوي الاي سي على الاي بي، اوكي انا عشان اشتقه راح اجيب هذا الجزء من المعادلة الخاصة بالتيارات، اوكي اللي هي تساوي اي سي يساوي الفا اي اي زائد اي سي نوت، اوكي راح ايش نعمل؟ راح نقسم على الفا، قسمنا على الفا كل الاطراف طبعا مثل ما قلتوا، اي سي على الفا، الفا في اي اي على الفا، وطبعا هذا الجزء راح يختصر
اوكي الالفا مع الالفا زائد اي سي ناط على الفا. تمام. هسه كذلك ايش راح نعمل؟ راح نقوم الاي اي نعوضه بما يقابله اللي هو القانون، شفتوا هذا القانون الخاص بالتيارات قبل ما نستغني عنه، اللي هو الاي اي يساوي اي سي زائد اي بي. تمام، عوضنا هذا الطرف بهذا القانون، وهذا نزل كما هو وهذا نزل كما هو. طيب هسه هذا الجزء الاي سي اوكي راح احوله على هذا الطرف من المعادله حتى انه اخلي الاشياء المتشابهه مع بعض او المتغيرات المتشابهه مع بعض. فالاي سي اخذتها كعامل مشترك، هذا معامله واحد اوكي، واحد على ايش؟ واحد على الفا، وهذا معامله واحد، فصاغه واحد على الفا يعني هذا كان موجب تحولها على الطرف الاخر صاغ سالب واحد اوكي. فصاغ هذا الجزء ايش يساوي؟ الاي بي تنزل كما هي زائد واحد على اي سي زائد عفوا اي سي نوت على الفا. تمام، هسه هذا الطرف من المعادله تذكرون قبل شويه كان هذا الجزء اوكي، هذا الجزء من المعادله كان يساوي الواحد على بيتا اوكي، اللي هو واحد على الفا ناقص واحد اوكي يساوي واحد على بيتا. فعوضنا مكانه الواحد على بيتا هاي كما هو اوكي. فاي سي في واحد على بيتا صارت اي سي على بيتا. تمام، اي سي صارت في الواحد ضرب البي على بيتا. تمام، هاي نزلت كما هي، هاي نزلت كما هي. انا اريد اتخلص هسه من هاي البيتا اللي ظهرت لي بالمقام، راح اضرب في بيتا اوكي، وطبعا اكيد للطرفين. فمن راح اضرب في بيتا ايش راح يحصل عندي؟ الاي سي راح نخلص من البيتا اللي تحتها، فراح تصير بس اي سي بيتا اي بي بيتا على الفا اي سي نوت اوكي. هذا الان تمام. هسه البيتا على الفا هاي اذا نشتق على صفحه او نحاول يعني نتخلص منها نشوف ايش نتخلص منها، هي البيتا على الفا اوكي. بيتا ايش تساوي؟ احنا قلنا الواحد على بيتا تساوي واحد على الفا ناقص واحد. انا لو حولت هذا الجزء الواحد الى هذا الطرف صارت موجبه، متو انه توحيد للمقامات، وهي واحد على الفا ظلت كما هي ونزلت كما هي، راح نقول انه صاغت الالفا تساوي بيتا على واحد زائد بيتا اوكي. هاي مجرد تحويل للقانون، انه يعني انه مثلا اطلع قيمة مقابل القيمة الاخرى، يعني مثلا لو بيتا راح اقول ايش قد تساوي مقارنة بالالفا، قلنا الفا على واحد ناقص الفا. طيب بيتا لا راح تساوي يعني الفا ايش تساوي نسبة لبيتا؟ راح تساوي بيتا على واحد زائد بيتا وهكذا اوكي. فانا عندي بالمعادله اللي فوق طلع لي انه بيتا على الفا، فانا حتى انه ايش اعوض اختصر وحده من المعاملات او وحده من هذول المتغيرات بالاخرى، فاحاول اوحدهم انه كلهم يحكون بصيغه بيتا او كلهم يحكون بصيغه الفا. فانا عندي بيتا على الفا، فقمت ايش عملنا؟ انه قلبنا المعادله بحيث احصل انه الفا ايش قد تساوي من بيتا، اللي هي تساوي بيتا على واحد زائد بيتا. فعوضتهم مكان هذا الجزء من القانون، جبتوه حطيتوه بهذا المكان اللي هو بيتا على الفا تساوي بيتا على الفا، بس ايش قد تساوي نسبه لبيتا؟ تساوي بيتا على واحد زائد بيتا اوكي. هم هذا المقام قلبناه اوكي، لانه اي شيء على مقام راح لما نحاول نخلص من هذا القسمة بين المقامات راح ينقلب اوكي. فهاي البيتا تنزل كما هي، هذا بالضبط راح ينقلب واحد زائد بيتا على بيتا. اختصرنا هذا الطرف مع هذا الطرف، فصار هذا المقدار يساوي بالضبط واحد زائد بيتا اوكي. راح اعيد ايش نتخلصنا من هاي البسط او البسط والمقام اللي ظهروا لي بالمعادله، انه انا عندي هذا الجزء ايش انت تتخلص منه. هسه راح احكي من هذا الطرف حتى انه توضيح اكثر. انا عندي بيتا على الفا، بيتا نزلتها الفا شلون يعني؟ انا اذا اضل اقسم بيتا على الفا ما اكو اي هي وجه للاختصار بيناتهم، لازم احاول واحد من الطرفين احولهم انه يا اثنين بيتا يا اثنين الفا، انه احاول واحد منهم انه اغيره او احوله بما يساوي الطرف الاخر. فجينا اخذنا الفا، احنا عندنا هذا القانون اوكي، نعرفه من الاشتقاق اللي قبله اللي هو واحد على بيتا، او من الاشتقاق حتى الفوق اللي احنا طلعنا به، واحد على بيتا يساوي واحد على الفا ناقص واحد. حاولنا بالفعل بدل ما يعني مثلا راسا هون يتذكرون قبل شويه بالقانون اللي فوق، هم طلعنا هذا الطرف اللي هو هذا اوكي، بس ايش عملنا؟ انا احنا كنا نريد نطلع بيتا ايش قد تساوي من الفا، راسا وحدنا هاي المقامات وقلنا البيتا تساوي الفا على واحد ناقص الفا. طيب هسه انا بالعكس هالمره انا اريد اطلع الفا ايش قد تساوي
بالنسبة للبيتا. فلا هسا ابعد كل شيء عن الفا، اريد احاول اخلي الفا هي الوحيدة بالطرف، اوكي هي الوحيدة على هذا الطرف المساواة. فحولنا هاي الواحد الى هذا الطرف، صارت موجبة، وحدت المقامات، اوكي كذلك قلبت النسب، صارت الفا تساوي بيتا على واحد زائد بيتا، اوكي. بعد ما عملتوا هذا الشيء، بس مجرد عوضتوا هذا المعادلة اللي طلعت لي او هاي القيمة بهذا الجزء من المعادلة، فمن عوضتونه بيتا على الفا، بيتا على ايش قد يساوي من الفا بالنسبة لبيتا، طلع لي هذا المقدار، اوكي. بس مجرد قلبته حتى ارتب البسط والمقام، بيتا في واحد زائد، طبعا قلبنا القسمة الى ضرب لما قلبناها، اوكي، في واحد زائد بيتا على بيتا، حذفنا بيتا مع بيتا، طلع لنا هذا الجزء من النهاية. اذا راح اعوض بالمكان اللي طلع لي بيتا على الفا، راح اعوض ما قداله واحد زائد بيتا، وين طلعت هي؟ هذا المكان، فعوضته بداله واحد زائد بيتا، تمام؟ اوكي هسه كل شيء تمام؟ فحصلنا بهذا الشكل على معادلة الكومن ايميتر العامة. طبعا هاي المعادلة الرسمية، نقدر نسميها المعادلة العامة، المعادلة الاصلية، لكن احنا دائما من نيجي نحل هذا الجزء الاي سي نوت نعتبره انه صفر. طيب هو كشكل علمي نحكي، او لا نحكي على هاي المعادلة اللي هي معادلة رسمية، الاي سي نوت هي صح ان هي قيمة جدا جدا قليلة، تقريبا هي بالنانو امبير، اوكي. لكن انتم لاحظوا احنا قلنا البيتا هي قيمة بين تقريبا 50 الى 400، يعني تخيلوا تقريبا زائد واحد، اوكي، يعني بين 51 الى 401 هذا الطرف يساوي. تخيلوا اضرب هذا الرقم اللي كلش كبير برقم صغير، يعني رقم بالنانو، هو صح هذا الرقم بالنانو، بس انا ما دام عاد اضربه برقم كلش كبير عاد اكبره، فهذا الطرف كأكيد بالكمان ايميتر راح يشكل كلش مشكلة، لانه هذا الطرف عيكبر، اوكي، عيسيه مقدار كلش كبير. هو صح انه احنا عادة نفرض انه هذا الطرف يساوي صفر وخلص هذا صفر، واحصل بالنهاية على هاي المعادلة اللي اكيد هي هاي اكثر من 90% انه راح نستخدمها بالحل، هاي المعادلة ما راح نستخدمها، بس بشكل واقع يعني نحكي او كمعلومة انه هذا الطرف رقم كبير ينضرب برقم كلش صغير او ما يذكر يعني، بس هو راح يكبر هذا الطرف من المعادلة، فراح يسبب لنا مشكلة، اوكي بشكل علمي. بس احنا من نجي نحل اي شيء كمان ايميتر، لا خلص هذا الطرف انه اذا ما ذكر قيمة الاي سي، اذا ما ذكر اي سي نوت، علما ان اي سي نوت تساوي كذا، لا تهتموا له ولا تعتبروا له اي اهتمام، ولا تدخلوها بالقانون ولا بالحل، راح تحلون رأسا الاي سي تساوي بيتا اي بي، اوكي. لكن في حال هو بالسؤال ذكر لكم علما ان اي سي نوت تساوي كذا، لا انا راح احسبه وادخله يعني بعين الاعتبار واهتم له وادخلها بالحسابات مالتي، لكن اذا ما ذكره اعتبروها فورا صفر وفورا اتجهوا الى هذا القانون، اوكي. فهكذا بالنهاية نكون اشتقينا معادلة البيتا اللي هي تعتمد على بعلاقتها على الاي سي والاي بي، اللي هي تساوي اي سي على اي بي. يعني في حال جاب لكم من جديد اقول كومن ايميتر، اوكي، وقال لكم اشتقوا المعادلة الخاصة ببيتا اللي هي تساوي اي سي على اي بي، نجي نشتق نصير بهذا الاشتقاق بحيث نوصل لهاي النقطة. اذا قال لكم اشتقوا الكومن ايميتر، لكن اشنو اريد معادلة البيتا اللي علاقتها مع الالفا، لا تصيرون بهذا الشكل من الاشتقاق. النوع الثالث والأخير اللي هو الـ Common Collector Configuration، هذا النوع من الـ Configuration إيش يميزه؟ يميزه إنه ما رح يصير عنا كسب الـ أوكي كسب بالتيار، تمام؟ لأ عفوا، ما رح يصير عنا كسب بالفولتية، كان يصير عنا كسب بالتيار، بس المهم إنه إيش يميزه؟ إنه الإشارة اللي رح تدخل هي نفسها الإشارة اللي رح تخرج، على أي أساس أنا لكن أستفيد منه؟ احنا هذا الكومن كولكتر اللي هو فايدة مهمة كلش، اللي هي انا مثلا يعمل موائمة بين دائرتين مختلفتين مثلا، يعني عشان يكون وسيلة ربط او وسيلة انه يوائم بين دائرتين هما مثلا المقاومات ميهم ما متشابهة، واحدة مقاومتها كثير كبيرة واحدة مقاومتها كثير قليلة مثلا، عشان راح اربط بيناتهم، فهو يجي وكأنه حلقة توصل بين دائرتين مختلفتين، اوكي، حتى يعمل موائمة وربط بيناتهم. فهاي هي فائدة الكومن كولكتر. رح نرمز هوني بالكومن كولكتر للكرنت كين، اوكي، برمز الجاما، جاما يساوي الاي اي على الاي بي. مثل ما قلت لكم هسه راح تشوفون هذا الطرف الربط الترانزستور، الاحظ الايميتر وين، هذا هو الايميتر، اوكي،
هذا المقابل عتشوفونه، الطرف المقابل للإيميتر هو أكيد الكولكتر. الكولكتر ما مربوط عليه أي شيء، مربوط على الأرضي وهو جاي بين الطرفين، فمعناته هذا الكونفيجريشن هو كمان كولكتر كونفيجريشن. هذا طرف القاعدة واضح، أوكي؟ فهذا الإدخال وهذا طرف الإخراج، والفوتية والمقاومات المربوط عليهم كل واحدة وتسمى حسب الطرف المربوط عليه من ترانزستور. احنا نجي كذلك نشتق معادلة جاما، وكذلك مثل ما تعودنا نبلش معادلات التيار اللي هي الاي اي، اوكي، تساوي الاي بي زائد الاي سي. وكذلك المعادلة الثانية اللي هي اي سي اش تساوي الفا اي اي زائد اي سي نوت. اوكي، هسا انا ايش راح اعمل؟ راح اجيب هاي نفس المعادلة الاولى بس اعوض الثانية بداخله. وين اعوضه؟ هذا الطرف من المعادلة راح اشيله واعوضه بدال الاي سي، اوكي، يعني هو اساسا يساوي الاي سي. راح احصل بالنهاية على معادلة اي سي اي اي عفوا تساوي اي بي زائد الفا اي اي زائد الاي سي نوت. هاي ما جبتوها، هذا الجزء هو الاي اي، اوكي، عفوا هو الاي سي وهذا الاي بي، فبالنهاية مجموعهم راح يحصلنا الاي اي. طيب هسه انا عندي طرفين من معادلة متشابهين اللي هو هذا الاي اي وهذا الالفا اي اي، فاقوم احوله على هذا الطرف، راح يصير عندنا هذا واحد اي اي وهذا يصير سالب لان حولناه كان موجب بعد ما حولته على الطرف الاخر من المساواة يصير سالب، فسالب الفا اي اي. فانا اقوم اعمل الاي اي هو كعامل مشترك بيناتهم فيصير واحد ناقص الفا في الاي اي. هذه الاي بي تنزل كما هي وهاي الاي سي نوت تنزل كما هي بالمعادلة، اوكي. فراح اقسم طرفي المعادله على واحد ناقص الالفا، اوكي، هاي المعادله راح اقسم هاي المعادله كلها طبعا راح اقسمها على هذا الطرف، فهذا مع هذا راح يروح، راح تنزل لي بس الاي اي، اي بي راح تنظر في الواحد على واحد ناقص الفا، او هي وكانه اي بي على واحد ناقص الفا، او وكانه ضربت الاي بي في الواحد على واحد ناقص الفا، اوكي. اي سي كذلك اي سي نوت نفس الحاله، اوكي. فهذا الجزء من المعادله الواحد على واحد ناقص الفا هو يكافئ الجاما. ففي حال طلب لكم انه قال لكم عندكم كومن كولكتر كونفيجريشن، اريد منكم تشتقوا معادله جاما المرتبطه بالواحد بالالفا، راح تجون الى هذا الحد وتتوقفوا. لو طلب انه تكملون بحيث تطلعون معادله الجاما ايش تكمل، اوكي، بس راح اكمل الاي اي يساوي الجاما في الاي بي زائد الجاما في الاي سي نوت، وهي هاي معادله الكومن كولكتر. كذلك مجرد افكار اخرى، مثلا لو طلب انه تكملون، اوكي، يعني اريد مثلا الجاما علاقتها مع البيتا ما بس علاقتها مع الفا، ممكن تجيبون تشوفون الالفا اش تكافئ من البيتا، تعوضون وترتبون المعادله بحيث تطلع لنا الجاما اش قد تساوي، او هي نفسها اجيب المعادله من جديد الاي اي تساوي اي سي زائد اي بي، اقسمها على الاي بي، هذا الجزء راح يساوي واحد باعتبار اي بي على اي بي، هذا الجزء اوكي الاي اي على اي بي، اوكي، يساوي اي سي على اي بي، تحول باعتبار قسمنا على الاي بي. قلنا ببداية هاي الصفحة فوق انه الاي سي الاي اي على اي بي هي جاما، اوكي، قلنا قبل انه الاي سي على اي بي هي بيتا، فاوكي خلاص حصلنا على معادلة جاما المرتبطة بالبيتا اللي هي جاما تساوي بيتا زائد واحد. يعني دائما وين ما عندكم بيتا تعاقم بكل سهولة تطلعون جاما انه تقولون بيتا زائد واحد، او مثل ما اشتقينا فوق بحيث حصلنا انه الجاما اش تساوي واحد على واحد ناقص الفا. هسه راح نعمل سماريك للحكينا كل ثلاث انواع من الكونفيجريشن نسبة الى مقاومة الادخال، مقاومة الاخراج، كذلك كسب الفولتية وكسب التيار، اوكي. فبالنسبة للكومن بيس مقاومة الادخال تكون صغيرة، مقاومة الاخراج تكون كبيرة، اوكي، وعندنا كسب بالفولتية بس ما عندنا كسب التيار. تذكرون كسب التيار اللي هو كومن بالكومن بيس اللي هو الالفا، ما عندنا هو تقريبا واحد، لكن هو بالفعل اقل من واحد، اوكي، فما عندنا كسب بالتيار، لكن بالمقابل عندنا كسب بالفولتية يحصل تكبير. الكومن ايميتر اللي هو راح تشوفون انه افضل الانواع الثلاثة والاكثر استخداما بالتطبيقات اللي عندنا، مقاومة الادخال تكون كبيرة، اوكي، بس ما الاكبر مثل هاي او ما الاصغر، يعني انه هاي اللوست او هايست انه كثير كبيرة او كثير صغيرة، هوني انه تكون كبيرة بس ما انه الاكبر من بيناتهم. والمقاومة الاخراج تكون ميديوم، يعني تكون تقريبا انه مليحة، اوكي. راح تشوفون بالكومن ايميتر عندنا كسب بالتيار وعندنا كسب بالفولتية، اوكي. لا
يتذكرون انه كسب التيار هو البيتا، يكون بالفعل عندنا كسب كثير كبير بالتيار بين 50 و 400. اخر نوع اللي هو الكومن كولكتر، مقاومة الادخال تكون الكبيرة جدا، مقاومة الادخال عفوا مقاومة الادخال تكون كبيرة، مقاومة الاخراج تكون قليلة، اوكي صغيرة. ما عندنا كسب بالفولتية، لكن عندنا كسب بالتيار اللي هو الجاما. وتتذكرون انه الجاما ايش يساوي؟ قلنا البيتا زائد واحد، فاكيد البيتا هي قيمتها كبيرة، فاكيد راح يساوي يعني انه الجاما كبيرة بس ازيد من البيتا بمقدار واحد، فراح بالنهاية نحصل اكيد على كسب التيار، لكن كسب فولتية ما عندنا. راح تلاحظون انه الكومن كولكتر والكومن بيس وحدة بالضبط عكس الاخرى، فاي وحدة حفظتمها يعني بالضبط تعكسون الامور، راح تشوفون انه حصلتم على الاخر، تشوفون انه هاي المقاومة قليلة، هاي اكبر، هاي كبيرة، هاي صغيرة. هون عندنا كسب بالفولتية ما عندنا كسب بالتيار، هون بالعكس عندنا كسب بالتيار بس ما عندنا كسب بالفولتية. الاميتر هو جاي الوسط بيناتهم، فمقاومته طبعا انه مقاومة الادخال اكبر من مقاومة الاخراج، لكن انه هي كبيرة وهي وسط، يعني هم انه مقاومة جيدة يعني ما انه صغيرة. كذلك الفولتيات كسب الفولتية وكسب التيار يكون عندنا كسب يكون عالي اكيد.